أهلا وسهلا فيكم. بدي أشرح بهذه الحلقة الخاصة عن أنواع الدقيق وأنواع الطحين، شو الفرق بيناتها وشو استخداماتها بالخبز وبالمعجنات والفطاير وغير هالأمور هاي. أوكي، أنواع الدقيق. أول شيء عنا طحين متعدد الاستعمالات، الأول بيربز. أوكي، دقيق متعدد الاستعمالات. أوكي، هذا طحين مثل ما أنا شرحت بكتاب الإلكتروني وبفيديوهاتي على اليوتيوب اللي كنت فيها عم بحكي فيها عن الطحين، هو مزيج من يحضر عادة مزيج من القمح القاسي والقمح الطري حتى يعطي الكواليتيز أو الجودة تعيد القمح، أو يعطيها دقيق القمح القاسي اللي هو للخبز ودقيق الطري اللي هو للحلويات، فبيجمع بين اثنين. هو مناسب لكل الاستخدامات مثل اسمه، للمعجنات وللفطاير ولبعض انواع الخبز اللي هو فيه بيض وحليب وما الى هنالك، وهو طبعا يستخدم كمان للكيك وللحلويات. هيدا الدقيق طبعا بيختلف كثير بين نوع ونوع، بين شركه وشركه. اوكي، في نوعيه نوع مناسب للحلويات اكثر، مناسب للمعجنات لبعض أنواع الخبز، الخبز الطري أوكي اللي هو فيه بيض وحليب وما إلى هنالك. أوكي، فبشكل عام طبعا بيختلف، في أنواع منه مناسبة للحلويات أكثر، في أنواع مناسبة للمعجنات أكثر، في أنواع منه مناسبة للخبز الطري أكثر، كلها بيعتمد على جودة البروتين مش النسبة، جودة البروتين. طبعا جودة البروتين تختلف من بين دقيق ودقيق بحسب نوع القمح اللي عم يطحنوا منه هاي، ونحن هاي طبعا ما فينا نعرفها كمشترين لأنه جودة بس تعرف بالتطبيق. اوكي، النسبه هي مجرد مؤشر، يعني اذا شفنا مثلا نسبه البروتين مناسبه للحلويات بدها تكون بين 9.5 و10.5%. اوكي، نسبه البروتين لكل 100 جرام طحين، والمناسب للمعجنات بده يكون 10% وما فوق. وبعض انواع الخبز الطري، الخبز يعني بده يكون كثير اكثر من 10.5 وما فوق. مثل ما شايفين النسبة تكون بين 9.5 و10.5، 11 بكون ممتاز، لكن أكثر من 11 كمان أحسن وأحسن، بصير مناسب أكثر للخبز. فبالتالي يعني أحياناً في بعض أنواع الدقيق المتعدد الاستعمالات يعني مكتوب عليه 11.5 بروتين بس هو مش بالجودة المناسبة للخبز. في أنواع 10%، أنا بدون ما أدخل بالأسماء البراندز أو الشركات أو يعني شركات المصنعة، أوكي ما بدي أدخل فيها لأنه ما بمش دعاية لإلهم، بس في بعض أنواع من الطحين 10% بروتين، يعني مفروض مناسب للكيك والحلويات، هو مناسب كمان للخبز الطري، فهو جودة البروتين يعني بتعرفه بالتجربة، بتعرفه أنه ممكن في طريقة أنه تجربه، أنه تعملوا عجينة مثلا 100 جرام طحين 60 جرام أو 65 جرام مي مع شوية ملح وتتركوها تعجنوها منيح، تتركوها نص ساعة بعدين تعملوا غشاء شفاف منه تمدوا العجين. إذا مد كتير منيح كل الطحين اللي بمد أكتر هو مناسب أكتر للخبز، اللي بمد أقل وبتشقق بيكون مش مناسب للخبز. هذه كقاعدة عامة على التجربة بتبين. أوكي، وساعتها بتعرفوا أنه هذا الخبز مناسب، العجين الطحين هذا مناسب للخبز أكتر أو مناسب للحلويات أكتر. عادة العجين اللي بيعملوا منه الحلويات أو الطحين اللي بيعملوا منه الحلويات ما بيمد كتير، يعني بتشقق بسرعة. أوكي، فهو مناسب أكتر للحلويات. هذا بالنسبة لدقيق متعدد الاستعمالات على عجالة، يعني ما حفوت كتير بالتفاصيل، بس هيدي يعني بتعطيكم background أو بتعطيكم خلفية ممكن تبدأوا منها أو تنطلقوا منها. هذا بالنسبة لطحين متعدد الاستعمالات، فبالنسبة فجودته بتعتمد يعني كتير تتبين بين شركة وشركة. اوكي، مثلا الدقيق متعدد الاستعمالات بامريكا غير الدقيق متعدد الاستعمالات هون عندنا بلادنا العربيه. في منه بامريكا الاول بيربز فلاور مناسب للخبز، خصوصا الخبز الاوروبي يعني خبز الريف الاوروبي،
شركات كبيرة يعني معروفة بتعمله بأمريكا، وهو يعني جودته كتير عالية. في الأول بيربز الموجود ببلادنا، في نوعيته منيحة وفي منه نوعيته غير مناسبة للمعجنات إطلاقا، يعني مناسب بس للحلويات بالرغم من أنه بروتينه عالي 11 و11 ونص، بس منه مناسب أبدا للعجين، لعجين الخبز. أوكي، دقيق الخبز بريد فلاور، دقيق الخبازين. طبعا دقيق الخبازين كمان بيختلف من بين شركة وشركة، بيع نوع ونوع ونوع، بس يعني في أنواع منه موجودة بالأسواق، يعني أسواقنا العربية معظمها بتكون للخبازين، تباع للمخابز. أوكي، بس كمان تختلف من بين بلد وبلد. عادة المستورد منه يعني من قمح خبز، قمح يعني صلب، قمح قاسي، هو للخبز بيكون. القمح الطري ما يستخدم للعجين الخبز لأنه بيتقطع، منه مناسب، ما بيعطي أرغفة كبيرة، والخبز كتير مهم يكون خفيف وطري. ومن الأسباب أنه يكون خفيف وطري هو جودة الجلوتين اللي فيه، وهذه لا يعني بتكون موجودة حصراً بالنوعيات قمح معينة، اللي هي القمح القاسي، القمح القاسي العالي الجودة اللي هو البريد ويت يعني. أوكي، فعادة هذه ببلادنا ما كتير شائعة لأنه بلادنا ما بنزرع قمح الخبز بشكل اكستنسيف أو بشكل كبير، بنزرع أكتر شيء أو يعني إذا زرعنا نحن بنزرع القمح اللي هو يستخدم للطبخ أكتر وللحلويات. إذا زرعنا قمح ما عنا يعني بنستورد القمح، هذا طبعا موضوع تاني. فالقمح المستورد للخبز عادة بيكون للمخابز، بدنا ندور عليه، بدنا نشوف وين الهول سيلرز أو المطاحن أو شركات اللي هي بتوزع، يعني الشركات الجملة اللي بتوزع للمحلات ممكن يكون عندهم هذا الطحين، والأفضل إنه نتجه للمطاحن لأنه هن اللي بيوردوا للمخابز إذا بدنا نجيب طحين الخبز. هلأ في أنواع منه، في النوع بشكل عام نحن عم نحكي كأوروبي، ما بنحكي كأمريكي، لأن الأمريكاني يعني معروف شو هو البريد فلاور، له تسمية يعني بريد فلاور، دقيق، دقيق الخبز اسمه بريد فلاور. اوكي، هيدا بأمريكا عادة نسبة البروتين فيه تبعيته أكثر من 11.5 أو حتى 12، بتراوح بين 12% أوكي، وبيوصل لغاية ال 13% أو حتى ال 14 أو 15، في نوعيات منه عالية جدا بالبروتين. هذا القمح الدقيق الأمريكي. الدقيق الأوروبي بيختلف من بين بلد وبلد تسمياته. عندنا مثلا نوع دقيق، إذا عم نحكي فرنسا، النمسا، ألمانيا، عندهم شيء اسمه تايب. أوكي، بيعتمد على استخلاصه. عندكم تايب مثلا 55 أو 550. أوكي، هيدا طحين خبز نسبة البروتين فيه تعيته أعتقد فوق 12% وما فوق، حتى لو كانت 11% يعني يعتبر دقيق خبز، هو معمول مطحون من القمح القاسي. اوكي، فهيدا 550 هون، وفي عندنا دقيق 650 تايب، نوعيه 650. طبعا الاختلاف بين هيدا وهيدا هو نسبه الاستخلاص، يعني هيدا مصنوع من لب القمح اكثر، وهيدا مصنوع من اللب زائد شويه من الخارج، فمشان هيك هذا الرقم اعلى لأنه مناسب أكثر للعجين وللخبز اللي هو تخمره طويل. وكمان هيدا مناسب للخبز بس بيضافوا عادة مواد محسنة، أو مش مواد محسنة، أسكوربيك أسيد اللي هي الحمض الأسكوربيك اللي هو المعروف بالفيتامين سي، اللي هو بيساعده على أنه يكون مطاطي، يعني بيعطيه قوام مطاطي، وهيدا بالتالي مناسب للعجين تاعت نفس اليوم مش للتخمر الطويل. يعني إذا عم نحكي كيك، مش كيك عفوا، خبز رولز، خبز العشاء، باجيت يخبز بنفس اليوم، يعني كل شيء منه لونج فرمنتيشن، مثلا معجنات تحتوي على دسم وهيك، هذا مناسب. وعادة امتصاصه للمي مش عالي كتير، هذا امتصاصه أكتر لأنه فيه نسبة رماد أكتر.
فبالتالي هيدول دقيق خبز متعارف عليهم بأوروبا، طبعا مع اختلاف التسمية يعني، لكن التايب هو مشابه له. ال 650 عادة كمان نسبة البروتين 12% وما فوق. اوكي، هذا بالنسبة بفرنسا وألمانيا وهذول الدول. عندنا الطحين الأوروبي الإيطالي دقيق 00. اوكي، هلا 00 كمان بايطاليا مختلف بين طحين 00 كمان يعني درجه النعوميه تاعيته قديش هو ناعم. وعاده يعني يطحن من طحين من قمح الطري للخبز، يعني قمحه مختلف شوي، طريقه استخلاصه مختلفه شوي. في منه من قمح عالي البروتين، وفي منه تيبو 00 يعني تايب، تيبو يعني تايب يعني الصنف. صنف 00 بشكل عام هو القمح الطحين الايطالي، في منه من قمح للخبز قمح قاسي، وفي منه من قمح طري. اوكي، بشكل عام يعامل على انه طحين طري لانه قمح طري، لانه كل طحينهم يعني طبيعته طريه، طبيعته ناعمه جدا. اوكي، بس البروتين طبعا بيختلف، نسبه البروتين جوده البروتين بين بنوع طحين يعني خلطه معينه من الطحين وخلطه ثانيه مختلفه. في منه مناسب للاول بيربز لكل شيء، للفطاير وللمعجنات الخفيفه، نسبه البروتين فيه تبعيته 11% تقريبا. اوكي، وفي انواع منه للخبز نسبه البروتين فيه تبعيته 12% وما فوق، مناسب للخبز وللبيتزا. اوكي، وللاشياء الدسمه اللي فيها كثير مثل البانيتوني والمخبوزات اللي فيها دسم وسكر كثير، بحاجه لطحين عالي الجوده، الجلوتين تبعيته تكون قويه وعالي الجوده حتى يتحمل كل هالدسم والسكر، وكمان حتى يتحمل التخمر الطويل. وعاده يستخدم للبيتزا، البيتزا التقليديه اللي هي النابوليتانا، بيتزا النابوليتانا. اوكي، وللخبز الريفي الارتيزن بريد اللي هو خبز عالي الترطيب الراستيك الغير يعني منتظم، يخبز لفتره، اللي يخمر لفتره طويله يخبز، مثل خبز الساوردو وخبز الريفي يعني بشكل عام، والتشاباتا والفوكاشيا كلهم بدهم هذا النوع من الطحين اللي هو نسبه البروتين فيه عاليه. اوكي، فعاده بتكون هذه نسبه دقيقه، وبيبين على الغلاف من برا انه هذا للخبز او لا، بيكون اول بيربز لجميع الاستخدامات. اوكي، فنسبه البروتين بالدقيق الخبز مؤشر دقيق يعني يعتبر مؤشر يعتمد عليه، بخلاف الاول بيربز اللي هو منه كثير دقيق النسبه لانه كثير مختلفه، لانه بصير في مزج كثير بين انواع من القمح، فجوده البروتين تاعت نوع من القمح لما تجمع مع قمح ثاني ما بتكون عاده مقياس دقيق لجوده الجلوتين اللي بيكونوه هذا الخليط. اوكي، فحتى ما نفوت كثير بتفاصيل علميه، هذا بشكل عام المؤشر النهائي لجوده الخبز هو جوده البروتين، اللي ما حتعرف غير بالتجربه. بالنسبه للدقيق المتعدد الاستعمالات، دقيق الخبز دائما افضل اذا بتكون تعملوا خبز ريفي. بعدوا، حاولوا تبعدوا قد ما فيكم عن التايب 550 او الاشياء اللي محطوط لها اسكوربيك اسيد، يعني شوفوا على الغلاف اذا مكتوب اذا كنتكم تعملوا طبعا خبز ريفي بتخمر طويل ما بنصح يكون في اضافه اسكوربيك اسيد، لانه بيعطي قوام مطاطي للعجين، بيكون ممتاز طبعا للمخبوزات اللي هي فيها مثلا شغل بنفس اليوم والعجينه بدها تعجن وتخبز نفس اليوم، ممتاز هذا الشيء. لكن اذا كان في بده يكون في تخمر طويل، التايب 65 وهيدا طحين وهيدا طحين، ممكن نمزج بيناتهم. ودقيق المتعدد الاستعمالات زائد دقيق متعدد الاستعمالات بجودة بروتين عالية. اوكي، ممكن نمزج اي وحدة
من هدول مع هيدا يعطينا نتيجة ممتازة للخبز، للخبز الريفي وللخبز اللي بيتخمر لفترة طويلة وللبيتزا وللأمور. البيتزا الأفضل نروح على دقيق، إما دقيق الخبز T65 أو مزيج بين دقيق الخبز ودقيق متعدد استعمالات عالي جودة. للخبز الريفي يفضل استخدام T65 أو مزيج من T65 إذا بدنا أقل علكية أو يعني أقل مطاطة، T65 مع دقيق متعدد استعمالات عالي الجودة، أوكي؟ أو مزيج بين دقيق T65 ودقيق الإيطالي المتعدد الاستعمالات اللي هو 11%، اللي هو مثل الأول بيربز يعني، أوكي؟ بس هيدا دقيق نوعيته دائما بتكون أفضل من دقيق المتعدد الاستعمالات الجينيريك العادي اللي إحنا ما بنعرف شو نوعيته أو شو جودته عفوا. فبشكل عام هذا بالنسبة للأنواع الدقيق الموجودة بالسوق. ما بنصح تروح على دقيق هاي جلوتين إذا كان متوفر، يعني اللي هو عادة نسبة البروتين فيه تعيته فوق 12.5% 13%، هيدا ما مناسب لكتير أنواع خبز ريفي بتخمر طويل، مناسب لأنواع محددة من المخبوزات مثل ممكن الكرواسون، ممكن يعني الأشياء اللي هي مثل البقلاوة اللي بتترق يعني فيها توريق، اللي هي مثلا البيجل، بعض الأشياء اللي تشوي اللي بتعلق كتير ممكن نستخدم فيها دقيق عالي البروتين أو عالي الجلوتين. بس بشكل عام هول الأنواع الدقيق اللي يستخدموا للخبز وللمعجنات وللكيك. هذا دقيق الخبازين مش رح لكم عنه، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الحلقة. إن شاء الله بحكي عن بحلقات تانية عن أمور أخرى تتعلق بالدقيق وبالخبز بشكل عام. وإذا حابين عندكم أي اقتراح تاني عن مواضيع بتهمكم، أنا صدر رحب ومستعد أسمع لكم وفيدكم بهذا الموضوع. شكرا كثير لمتابعة هالحلقة، والله معكم.